صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا ام نصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عمل كليب واحد اتعرض مره وتشال. شال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه ده؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش يا شيء. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم؟ إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا، أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا. أيوة اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي، شوف النار كمان، شوف النار حلوين. أيوة بس 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 كويس أوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح. مش حلو قوي قوي. لا، مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد، مليانة كيوي. كيوي، مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تيجي صور يا فندم، تيجي صور بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم، في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بطلع لك معزه صغيره، ها، تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت حتت، بس حتت تكون كويسه، وتوديها للبشوات في البيت.
يلا نبدا وهو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا، ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزياره ممنوعه الحقيقه يعني. استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل بستني، انت مفيش حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. ازي يا شكري باشا؟ السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجنيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثة بالله العظيم هرجع من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبس. نعم؟ بوبس.
دي نظريه اقتصاديه جديده؟ دي نظريه بوبس لجدوله الديون المتعثره وتوفيق الاوضاع. دي نظريه امريكيه؟ لا دي مصريه 100%. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. متفائل بايه؟ احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لينا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك، غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي، دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال، عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم، اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ كل حاجه طلعت يا ثروت، بنت الحرام، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. يا طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. أول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمة؟ افتكرني أمه. طب بس 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 عطية أبو سريع. مين عطية أبو سريع؟ عطية أبو سريع بتاع الأدوات الصحية. أو ده بقى لينا عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطية ابو سريع. مو هاشري بس حبيت جس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfaddal. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معايا. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقية عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق مات بدري.
الحمد لله. راجيه هاني تشري؟ سيل بوبلي رأفت كابوتشينو سان سكر. موهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعلها آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم موجة موجة موجة. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. على فكره جايب لك كوليديا مو يجنن يجنن سينيب الجغي. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في الأعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه، على بال ما اتطرق الستات دول انا حاصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، ده دلعه طاطا. اخبارك ايه طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميح كان انا محسن. قول لي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت جيت فاح اللي انت بنتك تفاحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه. والبيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو. عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 لا
أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي، بس حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. الله هنا، ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفع عزة؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب أول وأكبر كل حاجة سيادتك. امشي. هو كان في زعطية، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عزه غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك، بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اوروفار. اوروفار يا روحي. اوروفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي. بونوي. رافض. عيني يا باشا. قلت لي بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها؟ عيني يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه. قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا. سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعد جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى الشاب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد، نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شوية بقى باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما أنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. آه، طب والفلوس؟ فلوس إيه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضه ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب، ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش.
ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوي. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا اللي حاصل؟ لا الحكومة عايزة تصبر ولا البنوك عايزة تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي يا سعادة الباشا، الصورة اللي أنت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا أستاذة موجة يعني صورينا عشان أنا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها؟ يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان في طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني، ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتي. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا، هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا لا لا، تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى، عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا شيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا شيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك سيادتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي. أنا بتكلم مع سيادتك. أنا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا، وأنت بتحكي عن قصة كفاحك وإزاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت أهم رجل أعمال في مصر. بص بص يا رافض. أيوة يا باشا. أهم حاجة في رجل الأعمال إنه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك أنت أخويا. عنك أنت. أيوه. عارف رجل اعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها، يمسك فيها بلد، ما سيبهاش. ما سيبهاش ابدا. يا سلام. كل حاجه ترجع زي ما كانت لحد يقول لك انت مالك عملت. ها؟ ف
اتفضل كل حاجه تضرب. هنسيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجه عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. انا بقول انام هنا احسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا اوضتك موجوده يا باشا. اه. ما يصحش يعني. طيب. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. بتحب تنام كده. اه. رب ارحمني فاني خاطي، رب ارحمني فاني خاطي. يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة اعزيهم، والذين في الشدائد يا رب اعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق اللآلئ، فقد زنى بها. تفوق اللآلئ، تفوق اللآلئ. كبرت يا جرجس، يلا خلص جامعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس، ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومة فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. اخ يا الله، اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار، دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش احسن ما امشي في الطريق البطال. والعروسة بقى عندها كم سنة ان شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن اليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك، ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. ايه
عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا ماشي. حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. مؤتمرات إيه بس يا لؤي؟ مؤتمرات إيه؟ إحنا لو قعدنا 100 سنة في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لا عارفين نبني كنيسة ولا حتى نصلح ضوء مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنة. هو كده وبس؟ وفي حد من أولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدولة؟ طب قولي، في كم وزير مسيحي في الحكومة؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسه، وثلاث ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رايك، مديرين بنوك ورؤساء مجالس ادارات شركات استثماريه الكبيره كلهم مسيحيين. اي أيوة والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازة، عيدنا مش اجازة، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. لقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة متحابين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمراً طيباً نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين، ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خايف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، احنا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه.
اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقاء لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار، كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، إنما ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها حب وما حبش. بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجامعة، فإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، ولا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. ربنا يعوض عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجه وحشه في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر، نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي، ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجه. ربنا حمينا يا ويليام. متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحاته. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، قوم احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. بس الصليب فين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنة وشيعة، واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس،
ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبلنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. مش مصلي مين سعادتك سيادتك في الزلزال اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين انت؟ اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده، انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا، يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مسايبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطره. يوصيني عليك. الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران. حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد. عماد. عماد بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور ده هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعد عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب على اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش، احنا في حماية ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر. لمؤاخذة يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مال الجار اللي واقف إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلاً. مروحة؟ أيوه. طب لا لسه بنرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه أنا وأمه. طيب أنا هروح أصلي العصر وأجي أطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟
هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب إسلامي كبير. أنا أول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمح وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله، ابنه جات له المروحة. المروحة؟ أيوة سارة. قلت له خليك جنب ابنك، إن الله غفور رحيم. آسف يا مولانا، أنا آسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا، إنما الإخوة في المسجد لما عرفوا إنك أنت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع إلا أنت يا مولانا. عايزيني أنا أديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك، ومين غيرك أنت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد أخبره إيه؟ عامل إيه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جات له المروحة تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخلفوا هيبقى زي الفل ببركة سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى، يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقت اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمله في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. احب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزة تروح النيابة. الله اكبر، الله اكبر، الفتوى دي فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما أنت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ أيوة الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. تفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضح. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. سلام عليكم. في ايه يا
يا شيخ بلال. ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك غلابه، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا حرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه فاعي. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعه؟ امال بشوفها يرد ازاي؟ دختي ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. انت انا خالفه يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خالفه. واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاعه دي عني، انا خالفه. واحد 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 واحد. ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها الحمد لله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنت حسن عطار؟ أيوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جريه ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال، انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن، اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم ييجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار.
حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه. انا ما عملتش حاجه يا حضرتك الضابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوه مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا إن أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ أيوة أيوة أنا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامة. يا شيخ حسن، إحنا متأسفين. ظهر إن في تشابه أسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا. تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم كل الظلم نهاية اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهاردة الشيخ عسل عطار هو إمام جامع البلد. إمام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم كل الظلم نهايه اليوم. 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 Thank you.
تواجدنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. أنا ما قلتش حاجة، بس جانيت أصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كأنك ابنها بالظبط. لا أنا عارف هو بيرمي على إيه. مالها جانيت؟ وحشة جانيت يا ماتيلدا. احنا في إيه ولا في إيه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا إيه؟ والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة. وقعدت هو كونوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالامارة دورة المياه الزانية اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفته ووقف على البحر يتبلطم ويعكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحدة ببلطين يعاكسه لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين تلاتة اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسة هنا اهو. يلا محتضر مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظم؟ يعني بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده للناظم برضو. ما انا عارف ان انت الناظم، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمني. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة. ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظم إيه؟ ومعوض بعت لك البيض ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل. الخيل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ واين قاله ولماذا قاله؟ والاهم من كده، ماذا قال بعد ان قال؟ يا صلاة النبي احسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشويه قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخويا انت وهو، كل واحد يشمع الفتله كده اهو ويلسع اللي جنبه كف
ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لاكون انا اللي ضربه. ابتدي on your mind. Oh. We come for your bubble tight. Me why you want you waistline? What? Me why you shake your behind? I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. We gonna make you feel alright. I came to rock this party, 'cause I can make you feel alright. See, boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this party? Oh, you want it now? مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قولي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان ماشي. تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحامي كده ليه؟ ياما ما أنت عارفة ياما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدخلتي فورا. طب يلا أعملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملى القلل، نملى القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتملي بسرعة وتهجر الراجل. يا سلام، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى بستين خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى كسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملة القلل، نملة القلل، نملة القلل. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني تطور، مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ايه وانت يا ابني؟ انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انت هنا خلاص، اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل
ابتكار. انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قولي كلمه بتبتدي بحرف الايه. لسه. من يا اخويا؟ لسه. مين ايه لسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا هبل. انت يا راجل انت قولي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اه الكره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. اهدي يا دياب، بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، اما لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعال لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب وحيات وحيات لما يعني لما وحياتي صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه آه شقايا راح ياما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح ياما. ده انت ليه تكسود على العواضين انت واللي خلفوك؟ فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دم. شاي ايه؟ شايف الشاي ده هون؟ دم عوضين واهله هيسيح شاي الشاي ده هون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتبلي في الكراسة بص الواوة ليك الواوة صح؟ انا بردانة صح؟ انا هدمتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوة. طب استنى بس يا رمضان استنى، الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدقت الله. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني يا جماعة، الفندي اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوة صح ليك الواوة والله. ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجوه انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا لا لا، انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عينه ده؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه نايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بقى؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في 100 بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمعي يا مصر،
المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه امال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نط يا ام. ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ اني شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وهوني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ مالك يا ام شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. زفه كمان زفه يما. كل ده وما قلتيش لحد. كان ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول هم. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهاني. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي أوله شرط آخر نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الأستاذ رمضان، بيمتحنها ناجحة بإذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديكي؟ أبدا والله يا سيدي الأستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة ده هي؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسل عسل وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قرفني ده هو المدعو سليمان ابو حاجر؟ رباني برضه. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكهاش امال. نقرا الفتح. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا الله ونسى كل الدنيا تغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الأغاني الهابطة وبس. بص بص يلا يا اما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر. انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوف العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها مطلع دول من اوضه نومها. اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حماقي وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي عليه يا تهاني، ناوي عليه انت وحماقي. وبص التاني كاتب ليها ايه، الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليني انا بكره يا حاج سليمان. فضحتني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كرسي انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني.
التزم بالطريق. قلت لك التزم بالطريق، استنى شوي. طب ثانية واحدة يا حمار، موف ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. Alright, that's it. Take it easy, Hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا ام ادوار فضلات او التختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. لا تطلعونا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيلها هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السلطه والعجلاتي، قول له استاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. الا هي موتوسيكل ايه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور، انا ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب، لا كنت دابح ارنب مفرقه على البلد كلها، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الوقت يا عوضين؟ يا عم اسمك الجديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدله عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك فتحي باشا يا اساتذة؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكسو. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسة. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايته حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط،
وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع ربوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشي عشان نفسه تتفتح عن مذكرة. ايه ده زلزال؟ ايه يا علا بتركوا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. استاذ رمضان الوكيل. يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. اما انا عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. واما انا عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. واما انا عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عدا 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطر ويفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس،
انت هتاخد مكافأة يا أستاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. وعكون فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا أخويا، تعال أقف قدام هنا. تعال أقف هنا. تعال هنا. أوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام لياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا أخويا. Fine. أنا دلوقتي هقول لك جملة تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا أخويا. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جزم؟ أيوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص. يا معالي الوزير بيقول لسعادتك فيرب. معلش يا يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير؟ عشان خاطري عشان. ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي. بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس. الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدة وناخد يومين ثلاثة نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا تشرفني. المدرسة ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل يا أستاذ رمضان الولاد مش عايزين ياخدوا حصة. قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت عدي يا بت بلاش شكاعه عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاه النبي احسن لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا دي الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان؟ دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه، سباحه. والناصر عارف؟ ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده هي. اهدي. ايه المسخره ده هي؟ كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا. اقعد. انت يا بت، اقعدي على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده هي؟ انت هذا بشعر معفن انت. تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. كويس قوي، ما كنتش أعرف إن اسمي بيضحك. إياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لأ؟ سوري يا مستر. لا يا أختي أنا مش مستر، أنا أستاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. إيه يا ابني دي؟ إيه دي؟ أنت اسمك إيه؟ أيمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ أيوه ابن وزير البيئة. أيوه ابن وزير البيئة. طب يا أخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابة السودة جاية لحد دماغك، بكرة دي يتحلق بدل ما حرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحة. ايوه يا اهلا يا اهلا. باين عليك الصحة، انبسط. امانة عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن حد يهتم. اوكي. انا بشك منك هذا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا نستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز الاقي يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فام تقول لا امير ودي تقول وائل. اسكت بقول لك. ما هو بعد كده اني مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال
جلال شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل. لحظة واحدة، لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هات يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك. اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام دي مش ليك انت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان، قلت له انا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك، وانا يمكن اخون الامانه، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلته، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخنش. من جيجي ده؟ هي جيجي هي ده؟ هي اهلا يا ست جيجي، كنتوا فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه كنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بوي فريند بروبلم سو اي كانت جست ووت اوت. هير بوي فريند از ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هيم اند سيد وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تفي يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعات اهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب. مش معايا. لا في كتاب، هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس لو انا سقطت؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا.